استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث علاقات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. واتفق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي سامح شكري على تأسيس آلية للمشورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تعقد مرتين في العام على مستوى وزيري خارجية وأخرى على مستوى كبار المسؤولين، وأن يكون هذا الإطار معززا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.